بين أطفال يتشوقون لرؤية الزائر الأبيض واللعب فيه، وموظفين ينتظرون بفارغ الصبر تراكماً للثلوج أملاً بتعطيل الدوام والنوم والراحة. تظل الآمال معلقة بالنشرات الجوية وتنبؤات مراكز الرصد لتأكيد شكل الحالة الجوية المقبلة، وما إذا كانت ستحمل ثلوجاً متراكمة أم مجرد زخات تذوب على الفور. وبالتالي تعتبر العاصفة أليكسا واحدة من أقوى العواصف الثلجية خلال آخر 30 عام أثرت على المملكة وبلاد الشام، بالإضافة إلى عاصفة 2003 وعاصفة 92 الكبيرة. بلهفة بالغة ننتظر نحن الأردنيين رؤية الثلج، مستذكرين أليكسا وهدى وحتى العاصفة المعروفة بالسبع ثلجات وما تبعها من تراكمات ثلجية وتعطيل للمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والمدارس. طاقم برنامج مع الحدث زار عدداً من الشركات الخاصة وسألنا الموظفين هناك لماذا تحبون الثلج وما هي أجمل طقوسه بالنسبة لكم. ضايل ساعات وإن شاء الله عمان والأردن بتتزين باللون الأبيض. أولاً أنت بتحب الثلج ولا ما بتحب الثلج؟ أنا أكيد بحب الثلج. طيب شو بتعمل بالثلج؟ بعطل. إيش أكتر إشي بتحبيه بالثلج؟ نتصور ونطلع نلعب بالثلج وكل ثلج ثلج عم بتشد الدنيا الثلج والنجمة. هلا بصراحة أنا مش كتير بحب أجواء الشتاء، بس يمكن لمات العيلة بتعجبني، إنه الناس بتجع بتتجمع بالبيت وبتعمل شوية أجواء شتوية. بس صراحة بتضايق من فكرة إنه رح أضلني قاعدة بالبيت وما أقدر أعمل أي إشي، وكل إشي مخططيته رح يتأجل لوقت تاني. نكدتي علينا. أنا صراحة ما بحب التلج، ما بحب أجواء التلج، لأنه بتنحبس في البيت وما فيك تعمل ولا إشي. بس الإشي الوحيد يعني إنه ممكن إنه بتتجمع أنت والعيلة في البيت وبس. طيب بصراحة الموظفين إيش أكتر إشي بيحبوه بالتلج؟ أكيد العطلة يعني. أولا لا احكي لنا دعاء، أكتر إشي بتحبيه بالتلج؟ منظر التلج الصبح بالبياض، أول ما تفتح الشباك تلاقي بياض الأرض بيضة هيك، كل الدنيا بيضة، هذا إشي كتير حلو. طيب بصراحة كونك يعني موظفة ما شاء الله عليكي، متحمسة انك تلعبي بالثلج ولا متحمسة انك تعطلي بالثلج؟ لا متحمسة للعطلة صراحة. ما شاء الله. يلا سارة ايش اكتر اشي بتحبيه بالثلج؟ اني بصراحة العب. نعم. بحب هاي القصص اني العب وهيك، وشو كمان؟ وتعطلي اكيد. معطل عادي مش مشكلة يعني. فعلا. ايش اكتر اشي بتحبه بالثلج؟ منظر الثلج وهي بتتلج، يعني كثير بحب منظر الثلج والأجواء تبعت الثلج والعيلة والأشياء هاي. طيب ولما ننقطع بالثلج يصير في تراكمات ونضل في البيت، شو بتحب تعمل؟ ايش ننزل نلعب بالثلج مع شباب الحارة. واحدة يجري وانا فوق. احكي لنا ايش اكثر اشي بتحبيه بالثلج؟ بالثلج اكثر اشي لونه، يعطيك العافية، كثير اشي غريب صراحة. طيب العطل بيعطي الهدوء لما ينزل الثلج، بيكون في صوت سكون مو طبيعي. الله 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 الله. طب تحكي لنا ايش اكثر شيء بتحبه بالثلج؟ البياض. يا سلام. والعطله؟ العطله ما بحبهاش. انا راجل عملي. ما شاء الله عليك. رامي انا سمعت انك ما بتحب الثلج، مزبوط هالحكي؟ والله في الفتره الحاليه ما بحبه، بس زمان كنت احبه. هل لديك اكوار اخرى؟ زمان كان في مساحات اراضي، بعرف، فكنا ننزل احنا اولاد الحاره ونلعب بالثلج، وكان في بصراحه سعاده، كان في الصواني نحطها اول الطلعه وننزل فيها نتزحلق لاخر لاخر منزول. بين كل عماره وعماره موجود عماره، والناس هلا انشغالات وعمل وكآبه وحزن، فبصراحه ما له طعم. طيب رامي الثلج ان شاء الله يعني كمان ساعات، انت شو بتتوقع؟ بتتوقع راح تتراكم؟ راح نلعب بالثلج هالمره؟ والله قد ما اكدوا واعطوا نسبه 95%، فانا ان شاء الله يعني متفائل انه راح يكون في ثلج. يا رب ان شاء الله. جميل. رانيا ايش اكثر شيء بيعجبك بالثلج خاصه لما يتراكم؟ منظره، انه تكون الدنيا كثير بيضاء وهيك نفتح الشباك ويكون كلها مضوية وهيك. طيب احنا كموظفين احتمال كبير نعطل بالثلج، مبسوطة على هذا الاشي ولا لا؟ طبعا هالاشي منهن يعتبر اوف راحة، ولا يبد ان نستجيب القدر. من برنامج مع الحدث، كل عام وأنتم بألف خير.
احلى اذاعه يا مزاج.